أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. طبعا الناس قعدوا في عرفة، وعرفة من زوال الشمس يوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم العاشر، وصيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبلها والتي بعدها، إلا لمن كان في عرفة، فمن كان في عرفة فلا يصوم يوم عرفة. ولكن بعض الصحابة قالوا إن دي رخصة، فكانوا يصومون يوم عرفة بعرفة، كالسيدة عائشة رضي الله عنها وغيرهم من الصحابة. فاللي عاوز يصوم في عرفة يصوم، واللي مش عاوز راحوا على الناس راحت بقى على المزدلفة، جمعت الحصى، يجمع كم حصايا؟ 49 حصايا، حصى صغير كده ولا كبير ولا صغير، وما يغسلش الحصى، وياخد الحصى دوت. وبعدين بعد ما يقعد بقى في المزدلفة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني هيطلع من المزدلفة هيصلي الصبح في المزدلفة، يصلي فيها الايه؟ الصبح، ويستنى لحد الشروق، ما يستناش الشروق ولا حاجة، يصلي الصبح ويطلع على ايه؟ ويطلع على منى. يعمل ايه في منى؟ يرمي الجمرة الكبرى اللي هي جمرة العقبة، يرميها بسبع حصيات، كل جمراية يرمي بسم الله، ويرمي واحدة ويدعي بسم الله. لو رمى اتنين في ايد واحدة تتحسب واحدة، فطبعا يبقى الواحد واخد معاه شوية زيادة، واللي يفضل بعد كده ما يرمهمش، اللي يفضل بعد كده يعمل فيهم ايه؟ يدفنهم في اي حتة، يعني ما يرمهمش الحصيات دي. فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، بعد ما بنرمي الجمرة بعدها بشوية ما بنلاقيش الحصى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: ما قبل منها رفع، يعني اللي بيقبل منها بيرفع، وإلا لكانت مثل الجبال، يعني لا حصى فوق حصى فوق حصى. قال لهم: لا، اللي بيقبل منها بإيه؟ بيرفع، مفيش حد بيروح يشيل الحصى، يعني هو كده لوحده كده. دي من معجزات الايه؟ ثم افيضوا من حيث افاض الناس، يعني بقى بعد كده بقى هننزل من المزدلفه، هنفيض من المزدلفه، هنروح على ايه؟ على منى. كانوا بقى العرب زمان لما يروحوا على منى يقعدوا بقى يتفاخروا بابائهم واخلاقهم وانسابهم، كل واحد يقول بقى: انا ابويا فلان واخلاقه كذا ومش عارف ايه. ربنا ما نهاهمش، لم ينههم عن التفاخر بابائهم. ربنا قال لهم: انشكر لي ولوالدي، ماشي. فقال لهم: لا، اذكروا اباءكم في هذا الموضع، ولكن فليكن ذكر الله اشد. فهو بيقول ايه؟ واستغفروا، فاذا قضيتم مناسككم. المنسك هو المكان الذي تؤدى فيه عبادة، يبقى اسمه ايه؟ منسك. يعني ايه قضيتم مناسككم؟ انتوا دلوقتي بعد ما خلصتوا بقى، رحتوا منى، رميتوا الجمرة الكبيرة دي بسبع حصيات، تذبحوا. طبعا دلوقتي ما فيش ذبح، دلوقتي بتشتري بون وخلاص، خلاص كده، وتاخد حاجة من شعرك، يبقى كده تحللت التحلل الأصغر، يحل لك كل شيء إلا النساء. تطوف بقى طواف الإفاضة، يبقى كده تحللت التحلل الايه؟ الأكبر، خلاص. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ايه؟ لأنك أنت عبد وأبوك عبد، وفخر العبد بسيده، مش فخره بعبد زيه، مش كده ليه؟ واللي عمال يذكر اباءه دوت، هو بيذكر اباءه ليه؟ لان هو ملوش مجد. بيذكر اباءه لان مجد ابائه انتهى عنده، يعني مجد ابائك انتهى عندك، انما اجعل مجد ابائك يبدا بيك حتى يفتخروا انهم انجبوك، صح ولا لا؟ يعني عشان هم اللي يفتخروا ان هم انجبوا واحد زيك، مش ان انت تفتخر بمجد ابائك. فمن الناس
من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من إيه؟ خلاق يعني نصيب، عاوز كل حاجة في الدنيا. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يبقى هو ذكر نوعين من الناس، نوعين مين؟ بس لم يذكر النوع الكبير قوي بقى اللي هم بقى لا عاوزين جنة ولا نار ولا دنيا ولا آخرة ولا، لأن طبعا ربنا سبحانه وتعالى لما بيذكر بيذكر عامة الخلق، إنما الخاصة خليهم خاصة، بينهم أسرار ما يذكروش كده. لا، فأهل الحب لا دنيا لهم ولا إيه ولا أخرى، هم ناسين دنيتهم وآخرتهم، ناسين كل حاجة، لأن حب ربنا أنساهم. يعني لو أنت حبيت حد وهذا الحب لم ينسك نفسك يبقى أنت ما بتحبش، يبقى أنت إيه؟ نظار قباني قال كده، قال إيه؟ قال أحببتك لأنك أنسيتني نفسي. أنا نسيته إيه؟ نفسي. اشتاقوا إلى الله فاشتاق إليهم كل شيء. هم بقى لأن الواحد ما يعرفش يحب، الواحد ما يعرفش يحب، ما يعرفش يخرج من دائرة الكون إلى دائرة المكون. مهما تعبدت ومهما ذكرت ومهما حاولت ومهما، مش هتقدر تخرج من دائرة الكون إلى دائرة الإيه؟ لابد وأن يبدأ الله معك بأنه ينظر إليك نظرة اجتباء ويفيض عليك من أنواره، فتبدأ أنت بقى إيه؟ تتعلق تعلقا لا إرادة لك فيه، مش تعلق إرادي، لا خلاص تبقى أنت بقى غصب عنك، مش عارف تعمل إلا إنك تحب، مش عارف تعمل إلا كده. هؤلاء الناس يعني كل الناس ربنا بيدخلهم الجنة عشان يتنعموا، مش كده؟ لا، هؤلاء الناس منعمون بالله، منعمون بالله، فنعيم الجنة كله لا يكفيه، ربنا بينعمهم بنفسه. امال هو ربنا بيدخلهم الجنة ليه؟ علشان ينعم الجنة بيهم. يقول لها يا جنتي انا هنعمك، هدخلك فلان الجنة اتظبط. ليه؟ لان الجنة تبحث عن الله فلا تجد، نفسها اي حاجة بقى كده من ريحة ربنا. يقول لها تعالى انا هدخلك بقى ناس انا جواهم، الجنة بقى تتنعم بقى بالله اللي جواهم ده. زي يقول لك انت مع الاكوان ما لم تشهد الايه؟ المكون، فاذا شهدت المكون كانت الاكوان ايه؟ معك، فلا ترحل من كون الى ايه؟ ولكن ارحل من الاكوان الى المكون. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الإيه؟ النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الإيه؟ الحساب. بيقول لك السرعة أن يقل الزمن عن الحدث، أن يقل الزمن عن الإيه؟ يعني في حاجة بتتعمل في ساعة، فأنت لو عملتها في ساعة يبقى أنت مش سريع، ده العادي. لو عملتها في نص ساعة تبقى سريع ولا مش سريع؟ سريع. وسرعة كل أحد على قدره وقدر خبرته في هذا الإيه؟ سرعته نسبية، صح ولا لا؟ طب ربنا بقى سرعته إيه؟ مطلقة، يعني لا زمن. يعني لما ربنا يقولك يبقى لا زمن، يبقى ربنا لما بيعمل حاجة لا زمن. ايه دائرة الوجود؟ دائرة الوجود ان احنا كنا جميعا في علم الله منعمون بالله
ثم أخرجنا الله تبارك وتعالى في قبضته، مش كده الحديث بتاع سيدنا آدم؟ ثم أخرجنا إلى قبضتين، هؤلاء في الجنة ولا هؤلاء في الإيه؟ ثم أخرجنا إلى عالم الأرحام، ثم أخرجنا إلى هذه الدنيا، ثم إلى البرزخ، ثم إلى القيامة، ثم إلى إيه؟ إلى القبضة مرة أخرى، ثم إلى علم الله، إلى القيامة بقى بما فيها الجنة والإيه؟ والنار. وبعد الجنة والنار إلى القبضة إلى علم الإيه؟ لا تاني. يبقى كده دائرة الإيه؟ هذه الدائرة بسرعة الله قد حدثت، خلاص هي خلصت، هي اتعملت وربنا عملها. انت اتخلقت واتحسبت ورحت وجيت ودخلت الجنة وبقيت في علم، كلها خلصت. بس انت عشان انت استقبالك بطيء فانت دلوقتي موجود هنا. انت بقى ابتديت، انت مشيت، لا كويس انك يعني خلصت حاجات، انت خلصت ملايين السنين، انت خلصت ايه؟ انت خلصت ملايين السنين، بس انت مش حاسس. انت وجودك هنا مش جديد، انت مش لسه مثلا واحد مثلا عمره 20 سنة يقول لك انا عمري 20 سنة، لا ده انت عمرك مش 20 سنة، انت عمرك ما لا نهاية، انت جيت من ما لا نهاية، انت جيت من الوجود المطلق، لان ربنا سبحانه وتعالى خلق وجودا عن وجود مش عن عدم، لأنك كنت موجودا في علم الله، وعلم الله هو أصح الوجود، وعلم الله هو أكرم الوجود، وعلم الله هو أكمل الوجود، أكمل من الوجود اللي أنت فيه، خلي بالك. فأنت جاي من ملايين السنين، أنت وصلت لحد هنا دلوقتي، وفي ناس لسه ما جاتش، وفي ناس عدتك، في ناس مش كده ولا إيه؟ في ناس عدتك وأنت هتعديهم. بس انت عشان بطيء بقى فايه، فيدوبك واصل دلوقتي الى هذه الايه، كمل بقى، هتكمل الايه، بس دي خلاص دي خلصت وربنا عملها، عشان هو سريع الحساب مش كده، سريع. مفيش موت، احنا ما ذكرناش موت، احنا ذكرنا حضرتك لانك لن تموت ولن تنعدم، يعني لا تخاف، انت مش هتموت خالص، انت وجود عن وجود. هتموت ازاي؟ مفيش موت، يعني احنا قلنا انك هتبقى في الدنيا هنا وبعدين تطلع على البرزخ من غير موت. احنا اللي اخترعنا الموت، قصة الموت دي احنا اللي قلناها عشان لقينا اللي قدامنا مات يقول احنا مات خلاص، انما هو فربنا خدنا على قد عقلنا يعني، ماشي الموت 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 الموت. وبتخافوا من الموت؟ الموت الموت ده بتخافوا منه، هو ده اللي بيخوفكم؟ طب الموت بقى هتموتوا بقى. انما العجيب انك مش هتموت، والميت ما بيحسش انه مات خالص، الميت ما بيحسش انه مات، ده هو حتى ما بيغمش عليه، ده هو بيلاقي نفسه في عالم اخر اكبر من في ساعتها يعني في لحظتها، يعني مفيش، يعني هو قاعد كده يبص يلاقي عالم خلاص كده، ويبقى في العالم دوت وانت بقى فاكره مات، هو خلاص بقى في العالم الايه الكبير ده، اللي هو شايفك وبيتكلم وبيتحاسب وبيكلم وشغال مع ناس تانيين انتقلوا، مفيش اي مشكله. شفتوا الفيلم بتاع على جثتي؟ هو دخل افتكر نفسه مات مش كده، هو ما ماتش ولا حاجه، ولقى واحد قبليه كان، مفيش اي مشكله، مفيش موت، انت هتفضل عايش انتهينا على كده. ده اللي بيتذبح ما بيحسش انه مات. يعني لو مسكت واحد ذبحته ما بيحسش انه اتذبح، ما بيحسش انه مات، ما بيحسش بوجع. ليه بقى؟ شوف ربنا بقى، شوف يعني اقول لك بقى، الذبح الاسلامي، الذبح الاسلامي ازاي، ان ربنا امرنا ان احنا نذبح. انت مثلا بتمسك الذبيحه بتذبحها، اول حاجه بتعملها انك ايه، الشرايين اللي رايحه للدماغ بتقطعها، فما بيوصلش دم للدماغ،
فبيغمى عليه خلاص، دم اغمى عليه ما يحسش بايه. طب يقول لك ايه، طب ما هو حس ساعة ما احنا دبحنا كده، ساعة ما قطعنا الجلد وقطعنا الشرايين، هو حس، ما حسش بأي حاجة. لأن ربنا سبحانه وتعالى لما بيحصل حاجة زي كده بيطلع مادة في الجسم سريعة جدا، أسرع من الضوء، مادة سريعة. المادة دي أقوى بنج، أقوى بنج ممكن يوصل في المكان ده، بحيث إنك ساعتها ما تحسش بأي حاجة، بعدها بشوية تبدأ بقى تحس. يعني واحد مثلا راح واحد قطع له صباعه خلاص كده، هو عشان شاف السكينة وشاف صباعه مقطوع بإيه، هو ده الوهم. إنما افرض هو عامل صباعه كده، واحد راح قطع له صباعه يعني نزل عليه، ما يحسش، يحس ما يحسش يعني إن حصل حاجة. يعني شوية وتلاقيه بقى يبدأ يحس، إيه ده؟ يبدأ بقى يحس بالوجع. فهمت؟ فأنت لما بتيجي تذبح الذبيحة هو ما بيحسش، يقول لك أصل، طب أمال بيرفص ليه؟ بيرفص ليه؟ تلاقيه بقى قاعد يرفص، مش كده اللي بتذبحه؟ أهو ده بقى، هو ده الإعجاز الإسلامي. لأن أنت لما بتذبح الشريانين دول بتشيلهم، يعني بتذبحهم كده بتقطعهم في مكان في المخ من ورا كده، المكان ده مسؤول عن العضلات بتاعه الجسم كلها بما في ذلك عضله القلب. ده بيفضل صاحي، ده بيفضل ايه؟ صاحي. فكل عضلات الجسم تفضل شغاله بما في ذلك عضله الايه، عشان تعمل ايه؟ عشان تضخ الدم اللي فيها بره، بره الذبيحه، ما تبقاش جوه. فتبدا التشنجات دي تحصل، طبعا الذبيحه مش حاسه باي حاجه خالص، خلاص كده. انت بتفكرها بقى بترفص عشان حاسه بالالم، لا، هي بترفص عشان الحته بتاعت المخ ديت اللي ايه، اللي بتشتغل لا ارادي، وعملت ايه، العضلات تنقبض بما في ذلك عضله القلب، عشان كل ده الدم اللي فيها ايه يخرج بره. تجد الذبيحة الإسلامية هي الذبيحة المعقمة اللي ما فيهاش جراثيم ولا أمراض ولا بكتيريا ولا ولا ولا. أي ذبيحة تانية الدم بيفضل جوه، بكتيريا وبلاوي زرق. عرفت بقى؟ فمحدش يخاف من الموت، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم مش كده، ولا يهمهم، كانوا يخرجوا للقتال ولا. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أن الشهيد ما بيحسش في المعركة بالقتل ده الا كوخز الدبوس. يعني الشهيد ده لما بيقتل ما بيحسش الا ايه، كانه واحد عمله بالدبوس كده بس. فهم؟ الزمن اللي انت عايش فيه ثلاث انواع: زمن ماضي اللي هو اللي انت جاي منه بقى ده، وزمن مستقبل اللي انت رايح له، وزمن ايه؟ الزمن الماضي ده أصبح طاقة، أصبح إيه؟ طاقة. والزمن المستقبل اللي أنت هتروح له ده ما زال طاقة، ما فيهوش مادة، لا ده فيه مادة ولا ده فيه إيه؟ مش عالم مادة. العالم اللي أنت عايش فيه دلوقتي ده هو ده عالم الإيه؟ المادة، هو ده عالم الإيه؟ أنت عملت ذنب وأصبح الذنب ده طاقة وراح، مش كده؟ أنت بقى تقدر تتخلص من هذا، من هذه الطاقة بسهولة جدا، إنك تقول تندم، تندم على هذا الإيه؟ الذنب. تطلع ذبذبات منك، ذبذبات الندم دي تطلع تكسر الذنب ده، خلاص، مش كده؟ فيبقى أنت الذبذبات اللي مشيت تستطيع أن إيه؟ أن تتخلص من الذبذبات السالبة منها، السلبيات اللي فيها دلوقتي. والزمن اللي جاي لك، جاي لك بما فيه من خير وإيه؟ تستطيع أنك أنت تجيب الخير اللي فيه بالذبذبات المجابة بقى بتاعتك، مش كده؟ تستحضر له، تتحضر له كده، خلاص؟ تتحضر أنه إيه؟ يجي الحاجات الحلوة.
بحسن الظن في الله. بحسن الظن ايه؟ يا رب انا بحسن بيك الظن، كل حاجه خير انت هتجيبها لي خير. جات لك حاجه انت شايفها خير تسجد الحمد لله، جات لك حاجه انت شايفها شر تسجد برضه الحمد لله، بقت خير. ده هي ادتك الى انك مش كده؟ يبقى اذا انما انت لو سبت الزمن المستقبل ده من غير ما تستقبله بذبذباتك الموجبه هيبقى مشاع مش هتقدر تتحكم فيه، هيبقى مشاع للمجتمع اللي انت عايش فيه لن تستطيع ان تتحكم فيه، هيدخل فيه غيرك يتحكم فيه بالحسد والحقد والذل. انت واخد بال حضرتك؟ وانت بقى هيتحكموا فيك وانت مش هتعرف تتحكم فيه لما يجي لك. لا انت ابدا بيه، هاته بذبذبات ايه؟ وعيش اللحظه اللي انت عايشها ديت. هو ربنا قال، النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله فليزرعها. ما يقولش الساعه جايه بشر او مش عارف ايه، لا خليك في الزمن بتاع الفسيله دي، ازرعها. الاعمال بايه؟ بخواتيمها، صح؟ ايه هي الخواتيم دلوقتي؟ هو الخواتيم دلوقتي. ايه خواتيم عملك اللي فات ده كله؟ اللحظه دي. يبقى عيش اللحظه دي، ممكن تكون دي هي الخاتمه، صح ولا لا؟ والخاتمه ديت هي ديت يعني اعلى لحظه ممكن توصلها في حياتك كلها. خلاص كده؟ يبقى الاعمال بالايه؟ بالخواتيم. والله سريع الايه؟ الحساب. واذكروا الله في ايام معدودات. واذكروا الله في ايام ايه؟ الايام المعدودات دي ايام منى. ايام ايه؟ ثلاث ايام بعد العيد. ثلاث ايام بعد الايه؟ يبقى الثلاث ايام اللي بعد العيد اسمهم ايام ايه؟ معدودات. اسمهم ايام التشريق، عشان العرب زمان لما كانت بتذبح كانوا بقى يقددوا اللحم كده ويحطوه الشمس ايه تنشفه، بحيث ان هم ايه ممكن ياخدوه بلادهم وممكن يقعد مده طويله، اصلا كانوا يذبحوا زمان جمال وحاجات زي كده، مش يعني كان لحم كتير فيقددوه وبعدين بقى يحطوه بعد كده. يعني ايه قددوه؟ يعني يحطوه في ملح كده ومش ويحطوه كده في الشمس وبعدين ينشف، يبقى ناشف جدا وبعدين ما يحصلوش اي حاجه. عاوز انت تعمل شويه لحمه تروح حاططهم في الميه يرجعوا لحمه تاني، احسن من الفريزر والتلاجه وكل حاجه. فكان اسمها ايام الايه؟ التشريق. اللي عاوز بعد بقى ما قعد يوم العيد يقعد في منى يومين يقعد، اللي عاوز يقعد ثلاث ايام يقعد يبات. خلاص كده؟ تاني يوم بقى احنا قلنا يوم العيد ده بيحصل فيه بنرمي الجمره الكبيره وبنطوف طواف الافاضه وبنذبح وبنقصر، ده يوم العيد. خلاص؟ تاني يوم بقى اللي هو في منى هتقعد في منى وهتبات. الجمره خلي بالك بقى هترمي الجمار من طلوع الشمس الى الزوال. هترمي الثلاث جمرات، الجمره الكبيره سبع حصيات، الجمره المتوسطه سبع حصيات، الجمره الصغرى كم حصايه؟ سبع حصيات، من طلوع الايه؟ الى زوال الى اذان الظهر. لا احنا 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 دي جمرة العقبة اللي هي في يوم الايه؟ يوم العيد. يوم العيد هي الجمرة اللي بتترمي من طلوع الفجر إلى ايه؟ إلى الزوال. إنما الثلاث أيام التانيين دي بقى جمرة اللي بترمي فيهم الثلاث جمرات دي بقى بتبقى ايه؟ من زوال الشمس إلى غروب الايه؟ يعني من أذان الظهر لحد أذان الايه؟ المغرب. في حاجة اسمها الأيام المعلومات، الأيام الايه؟ واذكروا الله في ايام معلومات على ما رزقكم من بهيمة الايه؟ يبقى المعلومات دي ايام الذبح. ايام الذبح ديت اللي هي يوم العيد ويومين بعديه. هم دول اللي يجوز ان احنا نذبح فيهم. اليوم الثالث لا. ماشي؟ يبقى في ايام معلومات وايام ايه؟ طب يبقى يوم العيد معدود ولا معلوم؟ يوم النحر ده مش ذبح؟
يبقى معلوم غير معدود. غير ايه؟ معدود. واليومين اللي في الوسط معدود وايه؟ معلوم. واليوم الثالث معدود لا معلوم. معدود لا معلوم. فهمتم؟ طيب التكبير بنبدأ نكبر من صبح يوم ايه؟ عرفة لحد عصر ايه؟ اليوم الايه؟ الرابع. من عصر اخر ايام التشريق اللي هو ايه؟ الثلاث ايام بتوع التشريق يخلصوا. واذكروا الله في ايام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا اثم ايه؟ افرض انت مثلا قعدت اليوم الاولاني وبت ورميت، واليوم الثاني عاوز انت تمشي بسرعه يعني مش يبقى ما تباتش. لو الشمس غربت عليك يبقى لازم تقعد اليوم الايه؟ الثالث. فاهم؟ اذا كنت هتمشي امشي بقى قبل الايه؟ قبل الغروب. نقف لحد هنا. ومن الناس اقول قولي هذا واستغفر.